يناشد سكان حي مرمات تدخل السلطات المحلية للتدخل العاجل لتهيئة ملعبهم. الملعب الترابي الذي أقيمت به عدة دورات رياضية وجمع عدة أحياء مجاورة، لكن لم ير النور منذ مدة، وهم يناشدون السلطات بتهيئة الملعب حتى يتسنى لهم ممارسة كرة القدم وباقي الأنشطة الرياضية. تغطية هشام العناق. نطالب درك في السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية غردية أنه يلتفت لهذا الاستاد، هذا الملعب هذا اللي راه يجمع كافة شبان مرمات وكافة شبان الأحياء المجاورة، لأن تقريبا ثلاث مرات اربع مرات في الاسبوع راه تدار مقابلات بين الاحياء، وهذا هو الملعب الوحيد اللي في على الاقل فيه تهيئه متوسطه. ماذا بينا يعاودوا يلتفتوا له باش على الاقل نعاودوا نلموا الشباب اللي راه تجاهل الافات الاجتماعيه، ماذا بينا يعاود يرجع للرياضه. هنا شوف الارضيه كي دايره، شوف يرحم بيك، شوف السياج ضل الباله تروح للمقبره ليه، ما كانش تعفس فوق القبور، ماك بالاتم ماك بوالو، شوف الحي كي راه دايره ليه، شوف ها الكره السياج يضل البالا طيح في المقبره. تروتشكي ما هوش راه جاي، ما عليه قدوه غير قدوه ان شاء الله، هاو ما عليه دوك نشوف والو ان شاء الله، رابعين الاعتبار ما كانش، هاو من مش عارف 2003 ولا 2004 بعد التيف ما تعاودش الحياه، هذا من 2009 ولا مش عارف، راه كيما راه المقاول الاول هذاك خدم لي باروداج هذوك خلاه ما دارنا السياج ما كانش، هاوك الباب كيما راك شوف هاوك راه الباب واحد داو واحد خلوه ما كانش، دراري هنا مساكين قبره تاكل فيهم، هاك حشاك البوبال ليه، هذا اصطاد هذا هاك بوبال ليه، واش نقول ان شاء الله السلطات هذو يسمعونا ومش قاع حنا ان شاء الله يكونوا سبات خير باش الناس كاع تلعب فيه. شوي انا اونسيان جوار من حي مرمات، هاد الاصطاد كيتيناه صافي بيان لونطون باسكو الارضيه ما وليناش نقدروا، لاج ما يسمحش باش نلعبوا فيه، ومام الشباب دركا في رئيس الجمهوريه راه يشجع على مناطق الظل، دركا حي مرمات راه تابع لولايه غردية يعني وسونتر فيل، ما بقاش الناس تلعب في التيف، درك ما كانش التيف، إذا كان رئيس الجمهوريه راه يندد على مناطق الظل، مرمات راه في السونتر فيل راه في مناطق الظل، كاين بلايص في مناطق الظل في البلديات المجاوره منصوره متليلي ما عندهمش التيف، حنا رانا دي زونسيان جوار. ماذا بينا السلطات الشباب ما عندهاش وين يروح، ما عندوش وين يلعب ابار هاد لوستاد، يعني هاد لوستاد راه تلعب فيه تقريبا ولايه غرديه كومبليت تلعب فيه، شنو يخدموا ماذا بينا من السلطات التفات للشباب هذا خير ما يروح لحاجه واحده اخرى. نداءنا احنا للسلطات المحليه على راسها الوالي ولايه غرديه يهيئونا ارضيه الملعب، لان المتنفس الوحيد في حي مرماد وبنصمارة هذه الارضيه ان شاء الله يهيئوها لنا في اقرب وقت، وهذا نداءنا نوجهه لكامل السلطات المحليه،